حائرا على غير هدى، يسير مثقلا بالمعاناة. فحظر التجوال هذا أضاف حملا ثقيلا على كاهله وأقرانه. فأرزاق هذه الشريحة المعدمة محدودة جدا، وتعتمد على ما يحصلون عليه بشكل يومي. والله التجول شيء في يدي، أنا مثلا ما عندي، أنظر فقير، لا راتب لا ما أعرف أشني أنظر. ما أدري إذا عندي راتب مثل مليون أو هذه أستفاد، أقدر صح لو لا أضمن من الراتب هذا من التجوال، بس أنا ما أستفاد شيء. شنو الطالب؟ ها الطالب المعين بالتجوال، إذا تجوال تعينون الماء عندي مثل أصرفوا له فلوس تأمينية. قرارات صارمة وتطبيق شكلي فقط، أو بالأحرى على الفقراء فقط. الحركة مسموحة لفئة دون أخرى، والقانون لا يطبق على الجميع، وعين الكاميرا أصدق بالحديث غالبا. هذا التجوال وين؟ بس أول يوم صار التزامي لي كان يوم جمعة أصلا، يعني ماكو أحد يطلع. اليوم سبد يعني شوارع، شوف مثل ما أشوف وراك حركة طبيعية، ماكو أي شيء من هذا الحظر. اللي أكلها هو الفقير بس. اليوم أي ما هو تشوفه ماسك باج مالته، أما يداوم مكان يداوم فلان شيء ويعبر ما حد يحكي معه. الشيء الثالث اليوم الغرامات، اليوم اللي سجلوها 25,000. إذن هو المواطن لو عنده 25,000 ما يقعد بالبيت ما يطلع. عودة هذا السيناريو إلى الواقع ولد استياء كبيرا لدى الأهالي، خصوصا وأن لا شيء قد تغير مطلقا، فلا لقاح تم توفيره ولا مستشفيات للعزل، فيما يحقن المواطن وبشكل شبه يومي بوعود قرب وصول اللقاح الذي يبدو أنه لن يصل على الإطلاق. إنه الموصل أغلبيتها انصابت، يعني يمكن 80% بالموصل انصابوا وطابوا. ثانيا هم الصحة لو يسوون غير إجراءات وقائية أحسن لهم، وإنا يعني اليوم هذا الحظر أثر بشكل كبير على أصحاب الدخل المحدود، على أهل الأجور اليومية أثر، والحكومة ما عوضتهم ولا أنطتهم أي شيء ولا سوت لهم باب رزق ثاني ولا أنطتهم رواتب. فهذا الحظر مجرد حظر تسويف وقت وهوان في شبك، وكل شيء ما راح نستفاد منه لا هسه ولا بالمستقبل، لان هم اجراءاتهم فاشله. خارطه انتشار الفيروس لم يقف في طريقها مسبقا حظر التجوال ولا عمليات التعفير ولا التعقيم، فالمدينه سجلت اكثر من 26,000 اصابه معلنه، واضعافها لم يدخل سجلات الصحه. وبحسب مراقبين فان هذه الاجراءات مستهلكه وغير مجديه في مدينه اصبح الفقر مقرونا باسمها. من المدينه ذاتها، محمد طلال، زاغروس تي في.